أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي أحبائي المتتبعي الأفاضل، عشاق السيدة جميلة الزول الزول لمقرن في اللون وكل، مساكم بالخير وكل فيه لا ما يتما يسمى يتبع للجزائر من برا الجزائر. ميز ابوني لي جون كي ام مدام جميله اي كي ام لا شان دو مدام جميله. بون سواري بور تو لو موند. الوغ بون سواري بور دو لي جون كي سون اور دو لالجيري اي كي سوي لا شان دو مدام جميله ا لوكازيون دو لاني لا نوفيل اني تاع دي زامازيغ دي شاوي qui s'appelle Yanaïr ou bien Yennar ou bien Nar. Il y a des régions qui appellent Nar. Yanaïr, l'embarque d'embrouille, il y a ce que c'est même Gass, ce que c'est même Soudem, Zoukflan, Rouklit, Ishaouyin, Imazirin, Manila, Amoubarak, Inch'Allah, أسواس يتشور إن شاء الله سلخير شين فعل لم ربوح لم سعود لم رزق لم ربوح إن شاء الله نتمنى ذي رزق ربي ذي السقري وإن شاء الله المطر نافع يا ربي غيث نافع إن شاء الله بهذا الحلول هذا العام الجديد نتاع الأمازيغ تاع الشوية. إن شاء الله ندعي ربي يعطينا فيه مطر نافع ينبال بالوي إن شاء الله باش ننتفع بها يكون عام. يا رب يا رب ارزقنا ثلوج نافعة إن شاء الله يا رب. وش نغنفل وش إذا نغلم طر أميها نقوى يا رب العالمين وش نغميها نقوى رب يعطينا الشي اللي نقدروا عليه باسك يظل الإنسان ضعيف بنادم يضعف لما غني يشرب الكثر النغوة نغرق نروح ريس خلاص. رب العالمين هو المصرف يعرف كيف يدير شي نطلب رب العالمين يثمع يسمع أغني وشاميها نقدر إن شاء الله. وهذه اللي لاش كواس الصابط هذه اللي لاش كواس الخيول لا ذعر من ير لا ذعر من همزيد الخضراوات. إن شاء الله الجزائر غنية وستبقى غنية إن شاء الله ما يخصها حتى خير يا رب العالمين. كما راكم تشوفوا فيا دخلت في هذا الوقت بعد الساعه ما على باليش برك الساعه واش هي الساعه بنات اللي دخلت عليها رغم العياش الستة وربع اللي دخلت للدار هذا وين شويه انتهيت من العمل من المحاجب والشخشوخه في منطقه غوفي السياحيه ظل كنت في استضافه. الله اكبر على خالتكم جميله ماذا بيا ماذا بيا. نشكر كامل السلطات كامل اعضاء البلديه نتاعنا هنا في الريس وكامل الجمع رؤساء الجمعيات وكامل اللي ساهموا في تحضير يوميه جميله جدا ليناير الاحتفال بيناير نتاعنا هنا. ربنا يحفظ ياك ساهمل وتجدد سي كل مكان وتجدد لي الاحتفال ضم قرا للمكتبه النغدي للبلديه مريس عرضينا روحة مثل غاك نشد دورين وذي نيتو ثلي غلقي غالكلمة دعي غاسان رب العالمين يا غادي سكوسا مربوح لم سعود فلان غوكل راني قدمت لكم الشيء اللي نقدر عليه تظاهر هذه تقدروا تدخلوا اليوتيوب وتشوفوها كنت معروضة له. وماذا بيا ماذا بيا راهي كاينة مدرسة بريفي مدرسة خاصة في بلدنا راهم عرضوني نعتذر منكم يا أبنائي نعتذر نعتذر سمحيتا عرضوني باش نغني أغاني تراثية في المتحف في باتنا ولكن الله غالب كان عندي تكريم نحيي 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 تحية كبيرة سكان مدينة مسيلة وبوسعادة تحية كبيرة من القلب أسقاس ونام سعود مرزوق عام سعيد إن شاء الله عام مبارك ومربوح بإذن الله تعالى. جاو عندي جماعة تاع المجاهدين وكرموني عطاو لي شهادة تكريم ماذا بيا الشهادة تاعي يا بنات شهادة تكريمية وتقديرية للسيدة جميلة بارك الله فيهم بارك الله فيهم بارك الله فيهم. صورتوها ولكن ماذا بيا من مكتب منظمة أبناء المجاهدين ببلدية بلدية الخبانة ولاية مسيلة تتقدم وتمنح لسيدة بوبيدي بركة اللي هي ملقبة جميلة بمناسبة حلول يناير هذا وكذلك بمناسبة إحياء الأغنية التراثية والمأكولات التقليدية يتقدم هذا المكتب منظمة أبناء المجاهدين بإعطاء هذه الشهادة التكريمية
نشكرهم شكر جزيل جدا. كذلك أتمنى أن أكون عند حسن ظني أخوتي المجاهدين أينما كانوا. أنا غنيت الأغنية الترافية وغنيت الأغاني الثورية لأنني أترحم أولا على الشهداء الأبرار. تحية الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والله يرحم المجاهدين الأبرار اللي جاهدوا على جال لابي على جال هنا تاع الوطن. تحية كبيرة لهم، ورب يحفظ إخواني المجاهدين اللي راهم عايشين، ورب يبارك في أولاد الشهداء اللي راهم على قيد الحياة، ويوفقهم ويحفظهم إن شاء الله، يحفظنا كاع باش نكملوا نخدموا البلاد إن شاء الله. أنا قدمت وراح نزيد نقدم سادتي الأفاضل اللي أعطتوني الشهادة، إن شاء الله نزيد نقدم لكم ونرفع الراية الجزائرية قدر ما أستطيع. والله ما نغفل عن الجزائر، لأنكم شعبي الفاضل، شعبي الغالي، شرقا غربا شمالا جنوبا في الجزائر وخارج الجزائر، أعطيتموني تقدير واحترام كبير جدا، أعطيتوني كثير مني، حب ريمي قدري ماي أي ما يسمى يقلني هنا يقيم تمقرا من الجزائر من برا الجزائر، كما أحيي إخواني العرب أينما كانوا. إخواني العرب في جميع أنحاء العالم، كاين الناس راهم يحييوني وسون ديزابوني، راهم يتبعوا القناة نتاعي بخضوع وخشوع. ربي يحفظكم أحبائي، وربي قدرني إن شاء الله نقدم لكم الكثير الكثير. إذا كان طال عمر مازال العمر طويل، نزيد نشرفكم أين العرب أينما كنتوا، بالجملة العرب خاصة الجزائريين، نزيد نقدم الوطن هذا، هو أمانة في عنقي. الجزائرية يوصل رب العالمين باش يتقيم الأمانة ديرينو. أعمامي ثلاثة ماتوا على شهداء على هذا الوطن، الله يرحمهم ويرحم كاع الشهداء الأبرار. وبابا إلا ترافاي سو لو درابو فرونسي، مون بار إلا ترافاي سو لو درابو فرونسي، خدم الثورة سرا. وتحية كبيرة للميمة وجميع الأمهات اللي خدموا الثورة، تحية كبيرة لهم، وتحية كبيرة نهدي لكم يا خاوتي وخواتاتي، نهدي لكم يما تحية كبيرة لها. ربي يحفظها لنا ذات 98 سنة، ربي يطول في عمرها إن شاء الله، ربي يكثر مثالها. بزاف قد عفوا قدمت للبلاد. أنا ثاني مادام أنا من عائلة الشهداء والمجاهدين، نزيد نقدم قدر ما استطعت للبلاد بالمأكولات نتاعي، بالأغاني التراثية الثورية هذه، وخلي 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 راح نتألق بإذن الله تعالى، لأنني لقبت بالمرأة الحديدية فيجب علي أن لا أسقط. على كل حال لقبتوني المرأة الحديدية، هو الحديد ما يذوبش رغم العياء الشديد، عيانة أبيت إلا روح دكا وسيل خدمة خدمت هكا باللي بس نتاعي، لقيتهم حابين معاجب الشعب الغالي، تحياتي ليهم. ما لا أبيت إلا أن أكمل المسيرة، مادام بقات لي شويه صحه لاكمل المسيره واحيي التراث باش نعلم ان شاء الله، نسلم لا ديغنيغ جينيراسيون، نسلم هروان يسيف نسلم الدان غاب كي نغيبو حنايا، يقعدوا هما يكملوا واش كانت السيده جميله دير. وتحيه لزميلاتي كاينين نساء حرات حتى هما، تحيه كبيره ليهم، تحيه للشباب نتاعنا اللي راهو يحافظ على التراث، كاين شباب حاب يحيي التراث نتاع الوالدين نتاعهم، تحية للشعب الجزائري أينما كان. وكذلك هناك أمانة في عنقي، والله العظيم ما خلاني الشعب الغالي، والله حبيت نقول لكم له. البارح كنت في الجزائر العاصمة، كنت في ضيافة مباركة في الجزائر العاصمة وما لحقتش، لو أنني أستجيب لي زابوني نتاعي نجيب 365 يوم نتاع العام كامل، كل ليلة كل ليلة في دار عبر كامل أنحاء الجزائر وخاصة في الجزائر العاصمة. إذا تحية لك بنتي صابرين، تحية لعائلتك يا صابرين، تحية للوالدين وتحية لخواتاتك. وبودي أني أشكركم جزيل الشكر جزيل الشكر، كنت في استضافة ابنتي صابرين في الجزائر العاصمة، قمت بكل ما يلزم، وصلتني لاكاروتيا خروبة باش نركب وعينيها معمرين دموع. وتحية فاضلة فاضلة كبيرة جدا لصديقتها فاطمة اللي تلاقيني الخروبة تهزني بالسيارة تاعها، وضيافة مباركة في دارها، كما أتمنى وأرفع يدي إلى الرحمن سبحانه عز وجل ابنتي فاطمة وجاراتها، أنا دعيت لهم ربي راهم ساكنين في أحياء قصديرية، نتمنى يا ربي وفق ولاة أمورنا أنهم ينحوا البيوت القصديرية هذو، يشوفوا السكان بعين الاعتبار، لأنني أحبائي لاحظت شيء، لاحظت أن الباطمات يتقسموا آلاف ديور يتقسموا
ويبقاو مغلوق حتى تطلع عليهم الغبره تيقالوك تاكلهم الشمس والسكان ما يسكنوهمش بالك ماشي محتاجين ليهم باش يدوهم وكاينين خاوتنا ساكنين في الزنقل تحت بيوت قصديريه قطرات المطر تسيع عليهم احيانا الواد يدخل فيهم اتمنى ان يوفق الله ولات عمرنا باش يعطيهم سكنات ابنتي فاطمه والجيران نتاعك ان شاء الله راكم في القلب في القلب ونتمنى نعاودوا نتلاقاو لقاء خير طيب ان شاء الله الف الف تحيه لكم كذلك عائله حوريه اللي جاتني الغوفي كلات عندي طيبه حوريه قالت لكم انا نعيش جميله يا اختي حوريه سلامي الحار كذلك تلاقيت اليوم سيده من عائله شيبه بباتنا الف تحيه لك سلمتي عليا سلام حار من القلب وانا اهدي لك حبي سيدتي ولكافه عائله شيبه ان شاء الله كذلك ابنتي في باتنا ابنتي نوره تواتي ستقوم بعملية جراحية بود أحباء الأفاضل المزابونين دعي وربي ليها ولكافة المرضى أنهم إن شاء الله اللي راح يوبيريو ديروا عملية ربي شافيهم ويعافيهم إن شاء الله بنتي نورة راح تهزي راسك سلمت عليا راح تاكلني في باتنا بن عمي قلت لي أنا نعيش جميلة تحياتي لك ابنتي ولكافة العائلة تتواتي إن شاء الله تهزي راسك ويفرحوا بك ولادك ونتلاقاك بإذن الله بلاك نطلع لباتنا نتلاقاك في أحسن حال يا ابنتي كذلك بنتي إيمان بوزريعة مي فوغ بيزو يا إيمان جيتي خصوصا ليا الغوفي إن شاء الله تكوني بخير وربي يحقق لك هذيك الأمنية تاعك إيمان بنتي طلبتيني باش ندعي لك ربي يوصلك لهذيك البلاصة وين بغيتي تروحي بإذن الله تعالى كذلك السيدة خديجة ذات واش 70 سنة مريضة مسكينة عندها بروبلام في ظهرها في كرومتها ما تقدرش تجي لعندي الغوفي السيدة خديجة تحبيني أحبك الله والأنبياء الصالحين إن شاء الله بودي أنني يكون عندي طريق الجزائر العاصمة يمكن جدني ذاك تبلي ربي نجي لبوليدة ونتصل بك وندير عندك ليلة شابة أختي خديجة ونونسك مليح ونحلك على خاطرك ونغني لك شويه وقبل نهايه التحيه هذه نتاع المباركه هذه نتاع يناير هذا بودي طلبوني سكان مسيله وابو سعاده اعيد الاغنيه اللي اشتهرت بزاف ودارت ضجه كبيره في هذه الولايات نزيد نهديها لكم ونفترقوا عليها ان شاء الله والسلام عليكم. ويا الفضيل هيا الفضيل وعلب يا صغر وزايد وغيل حبس الحرب النوير حبس الحرب النوير الحرية نويت نمارة ويا الفضيل هيا الفضيل وعلب يا صغر وزايد وغيل حبس الحرب حبس الحرب النوير حبس الحرب النوير الحرية نويت نمارة